الإيمان ما عمره يشقى من عاش بالقرآن من ذاق آيته لا ينسى. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 16 بعد 300. نتناول آيات من سورة الحد. يقول تعالى في سورة الحد: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وذكرنا أن الهجرة تحتاج إلى نية. يعني إيه الهجرة؟ السفر يعني. وإنت رايح المطار تلاقي آلاف الناس مسافرة وآلاف الناس جاية وآلاف الناس مسافرة وآلاف الناس جاية يوميا. يبقى آيات الهجرة دي يوميا. طب أنا مهاجر يعني مسافر، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. طب إزاي يبقى سفروا ده في سبيل الله؟ طب انا رايح اخد شهاده علميه، ازاي اعملها في سبيل الله؟ ان انا انوي بعلمي هذا ان ارفع به دين الله عز وجل، ان انوي ان اطيع الله اينما كنت. ازاي انوي بسفري هذا؟ انا رايح اشتغل عشان اجيب فلوس، انوي ان اؤدي زكاه مالي واعطي عباد الله عز وجل وانفق على المعسرين وايسر على المعسرين بمالي عشان ربنا يفرج عني الكرب. فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انت مسافر ليه؟ انت مسافر ليه؟ يعني زي ما بنقول حدد النية وصححها قبل ما تسافر. انا رايح احج، رايح احج بقى كده واجيب شوية بضاعة ويرجع ويقولوا لي يا حاج. يعني انت مسافر عشان كده ولا رايح عشان تبكي بين يدي الله عز وجل وتستغفر ذنوبك ويعني تسعى وتطوف ها في الاماكن التي سعى فيها الانبياء والعلماء وتبقى في زمرة الصالحين؟ ها؟ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. حسن النية تاخد أجر. لو حسنت النية، وأنا رايح للمدرسة رايح لله، كل يوم نحسن النية، رايحين لله للمدرسة، وأنا رايح الكلية رايح لله، وأنا بذاكر بفتح المذاكرة المصحف بتاعي فوق الكتب، قبل ما بذاكر لازم أقرأ حاجة، أقرأ صفحة 2 لله عشان المذاكرة تبقى لله. لكن انا بدندن اغاني وبذاكر وخلاص وخدت شهاده وقعدت 10 مليون عاطل ها معاهم شهادات عليا، هذه الشهادات لم يكن فيها شيء لله. عشان كده بنقول النيه مهمه. انت بتتعلم ليه؟ لله. خارج المدرسه والكليه ليه؟ لله. واخد الشهاده ليه؟ لله. هتشتغل ليه؟ لله. ينفع؟ اهو ده. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. طيب الله سبحانه وتعالى ينقلنا من قضية السفر أو الهجرة إلى قضية أخرى اللي هي قضية العقاب. ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ممكن واحد يكون ماشي مسافر اتقلبت بيه حادثة هياخد دية لو قتل خطأ. طب افرض ان كان في قتل عمد، برضه هتقتل القاتل. طب في واحد مش هيعجبه القاتل بقى يقتل قدام القاتل 20-30 كده انت زدت. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. طب انا خدت حقي فاعتدي علي، لا ربنا هينصرك. ان الله لعفو غفور. ذلك بان الله يولج الليل في النهار، زي ما بقول لكم اللي بيجري الليل ونهار ربنا، ويولج النهار في الليل، ربنا اللي بيجري الليل على النهار، عشان كده الليل والنهار ما يجروش على ربنا، هو اللي بيلففهم ما يجروش عليه. وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كلام يعني مش محتاج أفسر. ذلك بأن الله هو الحق، نعم إذا كنت مع ربنا فأنت مع الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طبعا انت مع ربنا ولا مع حد تاني؟ مع ربنا تبقى الحق، مش مع ربنا تبقى مع الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يحكي الله لنا في سورة الحج على الإيه؟ على السماء والماء. يقول تعالى في سورة الحج: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. الأرض صحراوية كده جدباء، ينزل المطر بسم الله ما شاء الله تطلع الأرض خضرة. إيه الجمال ده؟ فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. مش آية دي؟ له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض
بص ربنا ادالك كل حاجه، سخر لك كل حاجه. ساعه الانسان مع ربنا، اما الانسان يبقى في طاعه، يتخيل ان الكون كله له. الله سبحانه وتعالى سخر لك الارض والفلك والشمس والقمر والنجوم، سخرهم ليا انا. لو في طاعه الله يبقى كل حاجه مسخره لي. الفلك تجري في البحر بامره، وزي ما الفلك بتجري في موجات الامواج البحار، الطائرات تسير في موجات الماء، في موجات الهواء. الهواء الاخر له موجات وله مطبات هوائيه. ألم وهو الذي أهو شوف سبحانه وتعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هو اللي مسك السماء أنها ما تقعش على الأرض. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يعني أحيانا من عدم، بعد ما بقيت حي كده ويقظ أموت، بعد ما تموت تبعث للحساب، ثم يميتكم ثم يحييكم. إن الإنسان لكفور، هو ربنا أحيانا من إيه؟ من عدم. أنت كنت إيه؟ وبعدين لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كل أمة لها مناسك سنن. فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فالله سبحانه وتعالى يقول إذا كان بعض الأمم من النصارى تحج إلى بيت المقدس، فالمسلمون يحجون إلى البيت الحرام في مكة. فعشان كده بيقول لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كل ناس لها مناسك. قبلة اليهود والنصارى إلى بيت المقدس في فلسطين، إنما قبلة المسلمين إلى البيت الحرام في مكة. وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. طب افرض بقى نقعد نجادل بقى، يقول لك طب ما لو كان محمد نبي من عند ربي، ما كانت قبلته لقبلة الأنبياء بيت المقدس. أهو ربنا يقول فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. هنقعد نجادل بقى، يجب وما يجبش. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. أنت ساعات تجد من وجهة نظرك أن الحق أبلج. الله واحد، محتاج يبقى معاها زوجة؟ يعني الإله العظيم اللي خلق الكون والسماء ده كله يتجوز نملة؟ نملة على الأرض؟ يعني أنت لما تطلع فوق القمر، لما تطلع القمر تبص على الأرض تلاقي الأرض قد كده. من يصعد على القمر ينظر الى الارض يجد الارض قد كده. طب الارض قد كده على القمر، طب ابعد من القمر يبقى الارض قد ايه؟ طب اذا كانت الارض قد كده يبقى الناس عليها قد ايه؟ يبقى لما يقول الاله العظيم اللي ماسك السماء والارض دول يتجوز نمله، يتجوز بشر انسانه، تيجي ازاي دي؟ لو اردنا ان نتخذ لهم لاتخذناهم من لدنا ان كنا فاعلين. فالله سبحانه وتعالى يقول الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج ألم تعلم أن الله يعلم، يعني أنت مش عارف أن ربنا عارف؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، أنت مش عارف أن ربنا عارف؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يعني ربنا سبحانه وتعالى مسجل كل ما يحدث كله في اللوح المحفوظ، كله في كتاب. يعني انت متخيل ان كل اللي بيحصل ده مكتوب؟ اهو يعني شوف، ألم تعلم أن الله يعلم، انت مش عارف ان ربنا عارف؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب كل ما كان وكل ما يكون. يعني يحكى أن أول ما خلق الله عز وجل خلق اللوح، ثم خلق القلم، ثم قال له سبحانه اكتب يا قلم، فكتب كل ما كان وكل ما سيكون إلى يوم القيامة. اكتب يا قلم. عشان كده لما بيجي الإنسان قضاء فبيقول لك إيه؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كلام قضاء. انت واخد بالك؟ محدش هيقدر ينفعك بحاجه الا اللي ربنا هيديها لك، ومحدش هيقدر يضرك بحاجه الا اللي ربنا كتب عليك. عشان كده ربنا كتب عليا حاجه رضيت بقضاء الله، مش مهم مين وصلت عليا مين وهنتقم من مين. هو دول الناس ادوات الله في ارضه، هو مكنهم منك. هتلوم مين؟ الخلق ولا الخالق؟ فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم. إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة في روضة القرآن، تنتظرونا في العاشرة صباحا والعاشرة مساء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سعد من يرقى
حلاوة الإيمان. ما